صباح الفل يا دبدوب يا جميل، النهارده بقى عيد ميلادي النهارده 4/7. وهنعمل حفلة عيد ميلادي. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا لولو. فاكرة النهارده ايه يا ماما؟ النهارده ايه يا لولو؟ لا مش فاكرة. لا يا ماما لازم تكوني فاكرة اكيد. طب فكريني كده انتي يا لولو. طب حاولي تفتكري يا ماما كده النهارده ايه؟ مش بيفكرك بحاجة يوم؟ 4/7. لا يا لولو مش بيفكرني بحاجة خالص. يا خبر يا خبر يا ماما، النهاردة عيد ميلادي. عيد ميلادك. طيب يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة. لا ازاي طيب؟ هو ايه اللي ازاي يا لولو؟ يا ماما يعني انت مش النهاردة هتعملي حفلة عيد ميلادي وتجيبي لي تورتة او حتى تعملها لي في البيت؟ ما اعتقدش يا لولو اللي انا النهاردة هنعمل حفلة. النهاردة خارجة وعندي مشوار مهم ضروري، وهخليكي قاعدة مع اختك، خلي بالك منها قبل ما يجي. ده انت بتعملي التورته جميله جدا. ازاي يا ماما ازاي؟ ده النهارده عيد ميلادي. معلش يا لولو، ممكن السنه الجايه ان شاء الله نعمل لك حفله كبيره جدا ونعوضك بالعيد ميلاد دوت بعيد ميلاد اللي جاي. يلا يا حبيبتي عشان اشوف اللي ورايا، انا مش فاضيه كده برضو يا ماما. وانا اللي مفكره ان انت عامله حسابك تعملي لي حفله كبيره، انا زعلانه قوي. يا بابا يا بابا. ايه يا لولو، انا رايح الشغل يا حبيبتي. ممكن اقول لك على حاجه مهمه يا بابا؟ قولي يا لولو. عارف النهارده ايه؟ امبارح كان التلات، النهارده الاربعاء، بكره الخميس ان شاء الله. لا يا بابا، النهارده كام؟ النهارده 4/7. طيب ايه هو 4/7. بالنسبه لك هادي يوم يا بنتي زي بقيه الايام؟ لا يا بابا، النهارده عيد ميلادي. انت كمان نسيت عيد ميلادي؟ يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة. يلا مع السلامة عشان ما تأخرش على الشغل. مع السلامة يا بابا. ما حدش مهتم بيا خالص، انا كده هنزل الغابة واسلم على سيمبا واردون وزروفة واشوفهم فاكرين عيد ميلادي ولا لا هما كمان. يا سيمبا يا سيمبا. ايوه يا لولو، النهارده عيد ميلادي يا سيمبا. بجد كل سنه وانت طيبه. انا بس ورايا دلوقتي حاجات بعملها في الغابه عشان بابا قال لي اعملها بدال عشان هو تعبان النهارده، فمعلش مضطر ان انا امشي واسيبك دلوقتي. حتى سيمبا كمان. يا زروفه يا زروفه تعالي اقولك. طيب كمان شويه هجيلك يا لولو. لا انا عايزه اقولك على حاجه مهمه. طيب يا لولو انا جايالك. النهارده عيد ميلادي يا زروفه، نسيتي ولا ايه؟ ده انت كل سنه كنت بتتصلي بيا الصبح تقولي لي كل سنه وانت طيبه يا لولو. فعلا، بس النهارده ورايا حاجات كتير في البيت. ماما راحت عند خالته وانا اللي بروق البيت كله لوحدي، فمعلش نسيت يا لولو. يا لولو نسيت، معلش. كل سنة وانت طيبة. يلا مع السلامة. كده برضو محدش بيحبني، ولا حد فاكر عيد ميلادي، ولا حد راضي يقول لي كل سنة وانت طيبة ويقف معايا شوية. لا انا زعلانة جدا، مش ممكن. اقعد شوية اكلم العصافير وبعد كده اروح البيت. شفتوا يا عصافير؟ شفتوا اللي حصل لي؟ محدش فاكر عيد ميلادي خالص. انا زعلانة قوي، ازاي ينسوا يوم 3/7 يوم عيد ميلادي؟ انا زعلانة قوي، بس الحمد لله اكيد ربنا يعوضني. انا مش محتاجة هدية، انا محتاجة يفتكروني ويقولوا كل سنة وانتي طيبة يا لولو. روح البيت بقى، كفاية كده النهاردة زعل. أروح البيت. ايه يا ماما أنا جيت. ثواني ثواني يا لولو، يلا بسرعة يلا بسرعة. كله تمام كله تمام يا ماما. أقف كتير كده على الباب، استحيلي يا ماما. ايه ده، انتوا طافين النور ليه كده؟ ايه يا ماما، هو النور قطع عندنا ولا ايه؟ لا يا لولو، يلا شوفي المفاجأة اللي كلنا حضرناها لك. عيد ميلادي عيد ميلادي. شكرا يا ماما، شكرا يا ماما، شكرا يا بابا، شكرا يا اصحابي. احنا ما نقدرش ننساك يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة يا لولو. وانتوا طيبين جميعا. انا فرحانة اوي ان انتوا افتكرتوني، كفاية انكم موجودين معايا. ده احلى يوم ده ولا ايه؟ بجد ده أحلى عيد ميلاد وأحلى مفاجأة. وبكده يا أصحابي خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو وبكده يا أصحابي خلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا اللايك والاشتراك.
مع السلامة يا صحابي حلوين.